عايزه حضرتك بعد اذنك يا دكتور تكلمنا كمان عن الاجراءات الاحترازيه خلال اجراء الكشف والفحوصات، وبعد كده كمان ايضا اجراء العمليات للحالات اللي بتحتاج لتدخل جراحي، يعني ايه الاجراءات الوقائيه اللي بتاخدوها؟ حضرتك بالنسبه للاجراءات الاحترازيه طبعا دي اجراءات موجوده، سواء الممرات اللي معموله هتبقى في المستشفيات اللي فيها العزل او الممرات اللي هي مخصوصه للحالات بتاعه المبادرات، بعيدة خالص عن الأماكن اللي فيها العزل. تاني حاجة إن المفروض إن الطفل أو اللعيج أو المريض بيبقى معاه فرد واحد فقط وليس مفيش أكثر من ذلك. طبعا زي الناس كلها موجودة، لبس الكمامات، دخول المستشفى لابد إن يكون عن طريق الكمامة، في وجود ممرضة موجودة على المستشفى في الدخول بتقيس الحرارة كل فرد بيخش سواء كان الطفل أو المرافق ليه، فدي حاجات كلها عشان نقدر نقلل المشاكل اللي ممكن تحصل في الحاجات اللي زي دي. بالنسبة للعمليات احنا حطينا ان شاء الله guidelines او زي بروتوكولات للعلاج ما بعد كورونا، زودنا بعض الفحوصات المعينة للأطفال اللي هنبتدي بيهم عمليات زرع القوقعة، ودي مع وجود كل الامور الاحترازيه سواء كان في يوم العمليه او المرافق ووجوده في اثناء المستشفى. ممتاز، عايزه اروح لحصاد المبادره مع حضرتك يا دكتور احمد، يعني كلمنا عن عدد المستفيدين من المبادره دي لحد دلوقتي، ساهمت ازاي في الكشف المبكر للاعاقه السمعيه لدى هؤلاء الاطفال؟ هيك المبادرة دي كانت ليها كذا محور، المحور بتاعها الأساسي إن احنا كنا نعمل أكبر كمية، يعني أكبر عدد من الكشف على الأطفال حديث الولادة موجودين في مصر، ودي تعتبر حاجة كويسة جدا إن احنا نوصل لمرحلة إن احنا نقدر نحدد فيها نوصل ل 670 ألف طفل، دي حاجة ما حصلتش قبل كده في مصر خالص، يعني من جملة المواليد اللي موجودة في مصر اللي هي بتتراوح ب 2 مليون و600 تقريبا. يعني كمان من المبادرة دي وفرت حاجات كثيرة جدا، ان احنا وفرنا اليات الشغل نفسه، يعني بقت الوحدات الصحية عندنا كل 1350 وحدة صحية موجود فيها اجهزة كشف السمع، دي حاجة متطورة كويسة، زائد ان احنا وفرنا كمان قطع الغيار الصيانة بتاعت الاجهزة دي، وعملنا زي دايما الشركات اللي موجودة تبقى على اتصال دائما بوحدات الصحية لو في أي إصلاحات أو أي شيء، وزي خط ساخن بينهم وبين الوحدات الصحية. كمان تم تدريب الممرضات اللي موجودة في الوحدات الصحية، عدد من 3000 ممرضة تقريبا على استخدام الجهاز، ودي حاجة ممتازة إن يبقى موجود حاجة زي كده، زائد توفير 20 مستشفى للإحالة بكل الحاجات بقى اللي هي تعدي مرحلة، يعني عشان نعمل فحوصات سمعية أكثر للطفل الحديث الولادة. ممتاز، هو دي توفير قاعدة أساسية موجودة. طب يعني هو عدد المستفيدين أم المستهدفين يعني من المبادرة دي قد إيه، وهل هي مفتوحة يعني في المدى الزمني ولا ليها مدى زمني محدد؟ حضرتك هي المبادرة دي غير المبادرات بتاعت الحاجات التانية، دي مبادرة دائمة، يعني المفروض إن أي كل سنة موجودة المبادرة، المبادرة عبارة عن شيء إلزامي للأطفال حديث الولادة بتبقى موجودة على شهادة الميلاد زيها زي التطعيمات بالظبط، فدي مش مبادرة سنة وهتعدي، لا دي هتبقى كل السنين على طول، وعشان كده هي المبادرة إذا كانت ابتدت السنة دي ب 1300 وحدة إن شاء الله في المستقبل إحنا هنطورها بحيث إنها تبقى ممتدة لأكثر من الوحدات اللي موجودة على مستوى الجمهورية بحالها اللي هي 5000 وحدة، بس بالتطوير على اساس ايه؟ على اساس البعد السكني بين كل محافظه كم موجود فيها وحده صحيه، ودي هتسهل كمان الانتقال الطفل والمرافق ليه. يعني المبادره الزاميه لكافه حديثي الولاده يا دكتور احمد، ويعني بتطبق في كل المحافظات الزاميه لكافه حديثي الولاده في كل المحافظات في نفس الوقت، بتطبق في كل المحافظات في نفس الوقت.